بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يتحدث لنا أحد الأخوة الموظفين ويقول: لقد شملني صاحب الزمان سلام الله عليه بعطفه وجوده. كان راتبه قليلا وكان لا بركة فيه، وفورا يعني لا يصل إلى منتصف الشهر إلا وقد انتهى الراتب تماما. الراتب لا بركة فيه، لديه عائلة، لديه واجبات، ولكن الراتب لا يكفي، فكيف بارك له صاحب الزمان سلام الله عليه في راتبه في ماله وأصبح بعد ذلك بحالة جيدة؟ يقول: يكاد لا يمر شهر إلا وضيق الحال يؤرقني، حاولت بشتى الطرق لترتيب أموري وإصلاح وضعي ولكن دون ما فائدة، فما إن يقترب الشهر من بعد منتصفه إلا وراتبي ينفذ، فأضطر في عدة أحيان إلى الاستدانة وأستدين قليلا من المال، ولكن هو يسمى دين، وأسد به حاجاتي وحاجات عائلتي حتى نزول الراتب في الشهر الجديد. يقول: لم يكن راتبي سيئا ولكنه لم يكن كثيرا ولم يكن مباركا. ذات يوم تذكرت بأن أحد الأفاضل يقول بأن لا يوجد هناك خير ينزل من السماء إلى الأرض إلا عن طريق صاحب الزمان سلام الله عليه. هو صاحب الفيض الإلهي، لا يفيض الله سبحانه وتعالى من السماء للأرض رزقا، عافية، شفاء إلى غير ذلك، إلا بواسطتي وعن طريق وخلال صاحب الزمان سلام الله عليه. لذلك بدأت ماذا أفعل؟ دائما وأبدا أقول: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني، وأقرأ دعاء الفرج متى ما تذكرت: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه. ولكن ما الفرق؟ كنت أدعو، ولكن ما الفرق هذه المرة؟ كنت أدعوه من كل قلبي أن يخلصني من هذا الحال البائس والتعيس. كرهت نفسي، كرهت حياتي، لأني أجد بأني لا أستطيع أن أوفر ما أريد لأولادي، لزوجتي، لبيتي، إلى غير ذلك. إلى متى أبقى على هذه الحالة؟ ولذلك كنت هذه المرة أدعو من كل قلبي: يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أغثني، وأقرأ دعاء الفرج. يقول هذا الموظف: وكنت أجلس عند الصباح وأتوجه اتجاه القبلة وأسلم على صاحب الزمان سلام الله عليه وكأنه أمامي، وأقول: لا تنساني يا صاحب الزمان من الدعاء، سهل أمري وسهل علي رزقي، يا حجة الله أنت حجة الله في الأرض، كنوز الأرض بيدك، الرزق على وجه الأرض الله سبحانه وتعالى وهبه ووهب أسبابه لك، فافتح لي رزقا واسعا طيبا أوسع فيه على نفسي على عيالي، مللت هذه الحياة، مللت أني فقير، مللت بأني أستدي من الآخرين. على كل الأحوال فيقسم بالله العظيم هذا الموظف ويقول: بعد هذا الاتصال المباشر بدأت أشعر بالبركة في المال. كان في كل شهر الزوجة مريضة، الأولاد مرضى، تعطل أو يعطل لدينا الكثير من الأمور، أحتاج أن أشتريها، أرمم بعض الأمور في البيت، وبحمد الله عز وجل رفع هذا الأمر من بيتنا. هذا من جانب. من جانب آخر كنت لا أملك سيارة، لا أملك أبدا سيارة، وإذا بأحد الأصدقاء يأتي إلي وقال: هذه سيارة ولا أريد أن أبيعها للغريب وأنت بمثابة أخي فأخذها مني. فقلت لها: أنا لا أملك المال الكافي لشراء هذه السيارة. قال: لا بأس عليك، لا بأس عليك، أنا على كل الأحوال أريد عفوا أعتذر لصوتي المتعب. فقال له: أنا لا أريد منك إلا مبلغا بسيطا، ثم بعد ذلك اجعل المبلغ شهريا، تسددني شهريا المبلغ.
يقول: بعد الاستخارة والتوكل على الله وافقت على الأمر، أخذت مالا أعطيته، وبدأت بعد ذلك أسدد له الدين شيئا فشيئا عن طريق بعض السلف، ولم أشعر بالضيق مطلقا. سبحان الله، كانت السلفة تأتي في وقتها، أسدد لصديقي بشكل جيد، هو حتى لو كنت أتأخر شهر وشهرين لم يقم بالإلحاح علي، وكأن الله وكأن صاحب الزمان عطف قلبه علي، وأصبحت أعمل بالسيارة كسائق أجرة، وبدأ العمل يعني والرزق يتوسع علي، وظيفة لدي وكذلك سيارة أجرة، وبدأت أسع العمل. وما مرت الأشهر حتى غيرت السيارة إلى الأفضل من عدها، وأصبح المال فيه بركة، يقسم على ذلك. وهذا كله بلا شك من رعاية المولى صاحب الزمان سلام الله عليه. سبحان الله، يقول: حتى زوجتي أصبحت قنوعة جدا، أولاد الذين يتطلبون كثيرا، زرع صاحب الزمان القناعة في قلوبهم، بدأوا ليس بكثيري المطالب. هكذا الله سبحانه وتعالى، هكذا صاحب الزمان سلام الله عليه، إذا أحب أن يدخل الرفقة في البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أهل بيت أدخل فيهم الرفقة، واحد يرفق بالثاني، واحد يرحم الثاني، وينزل عليهم البركة والخير والرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه المعاني. دائما وأبدا ندعو الله عز وجل بأن يبارك لنا صاحب الزمان سلام الله عليه في أرزاقنا، في رواتبنا، في أموالنا، في تجارتنا، في محلاتنا، بيوتنا، وظائفنا، في عافيتنا، في صحتنا، في زوجاتنا، في أولادنا، في كل شيء، في كل شيء. إذا ما فوضت هذه الأمور كلها لصاحب الزمان ودعا لك فيها صاحب الزمان سلام الله عليه، سوف ترى من الخيرات فوق 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 ما تتصور. إذن للذين يعانون من قلة الراتب، قلة الرزق، هو التوجه لصاحب الزمان سلام الله عليه. أسلم عليه عند كل صباح، أسلم عليه بعد كل صلاة فريضة، وأتوجه إليه وأقول هذه المقولات المعروفة: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني 100 مرة، المستغاث بك يا ابن الحسن والمستعان بك يا ابن الحسن 100 مرة، أهدي له الصلوات، أقرأ له شيء من القرآن. كنوز الأرض، مقاليد الأرض، أمور الأرض بيده سلام الله عليه، فهو سيد البلاد وسيد العباد، فكيف إذا ما دعوته؟ وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، بما أنك قد دعوت له هو يدعو لك، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: من دعا لقائمنا فإن قائمنا يدعو له، وطوبى لمن دعا له إمام زمانه، فإن دعوة صاحب الزمان لا ترد أبدا، لا ترد أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا المعنى إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولاية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. نرجو أن لا تنسونا من فضل دعواتكم، خصوصا في صلاة الليل، خصوصا في خدمتكم لأهل البيت إن شاء الله تعالى.